وانا ما ساكن حدايا لبا لامي لا تا واحد. قالوا كتسلى نتايا في الاول كل مره كاش كيجبدوا لي، مره لا ما عندكش لاكارت علينا، مره لا الديفو في المراه. مني مشيت اليوم باش ينضيو معايا الاوراق وهذيك هي لا الديفو من عندك ثاني. بغينا نفهموا، مني كنمشيو كيقولوا لك الملف ديالك نقي، مني الملف ديالي نقي، عطيني اوراقي انا كيفي كيف الناس. كيقول لك السي جيب لنا ورقه عادليه ديال الشهود، وانت ساكن هنا والدري زيد هنا، عندو جلبه هنا، ها الجلبات، ها ورقة اللي كيقول لك جمع بها الملف ديالك، بانك راك انت مستافد من حنا عندنا هاد الوراق هادو، ما مستافدينش. علاش كترقمو لينا جوج ترقيمات؟ بغينا حنا دابا نفهمو، ديروا معانا شي حل ولا ريبو فول وحدة من جوج، لحقاش ما عندناش فين غنخرجوا. لا خرجنا غنخرجوا للزنقة، انا المرا والدري لا خرجوا غيتلاحوا في الزنقة اول حاجة. مبغيتوش تعطوني انا، عطيو لهاد المرا وهاد الدري، ما يبقاوش مليوحين في الزنقة، حيت ما كاين اللي غيرحمهم ولا ما رحمتهمش انا، لا ما دخلتش عليهم طرف ديال الخبز، ما كاينش اللي غيعتقهم. الوالدة مضاربة مع راسو ومع مرته وبنته، الوالدة كذلك مضاربة تا هي مع ولادها وراجلها، فين غنخرج؟ واش نخرج للزنقة؟ انا حوايجي باقيين كلهم هنايا باش غنكري. حنا جا مضاربين مع طرف ديال الخبز، ولينا مضاربين دابا مع الدراري هنا اللي كيباتوا بالليل، وجيبوا الدريات وداك الشيء، قداه ولينا نسمعوا الهضرة خايبة. حنا نحتارمو بقى الاحترام دابا لا والو. لا بغيتي دابا تقابل دارك خاصك تريح حدا بابك الليل كامل بحال عساس. حشومة هادشي وعار والله تا عايب، ولينا بحال العساسة في ديورنا، ولينا بحال العساسة. وليتي خايف يجي يدخل عليك بنادم بجنوي ولا بسيف، مفرقعين لنا قوادس، الما ما بقاش عندنا، ولينا كنسقيو حاشاك بحال العروبية من الروبينيات اللي خلاو الناس. المعادية قوادس مفرقعين، طيح في قادوس بالليل، بالليل راه تمي تيجي غطيح في قادوس، ضروري ضروري طيح في قادوس، ما هي مرة ما هي جوج كيطيح واحد في قادوس. ونديرو في المثل جاب الله عامر خنز، حاشاك كون ما كانش عامر خنز وطاح بنادم مات. بغينا نفهمو دابا الطواليطات كلهم مفرقعين، واش مني تم غادي الدري الصغير عدي يلعب غيطيح غيرحمني غيرحموني غادي يجيبوا ليه الدواء ولا غيقول لك ندوزو ليه ولا نديرو ليه؟ انا اللي غنخرج نتقدد ونطلب ونعاورط على باش داك الدري ما يضيعش ما يموتش. عطوني وراقي نخرج، يخلوني انجليزي ونقاد وراقي، ماشي كيقولوا لي لا الملف ديالك حتى تراجعوا للجنه. الا كنتو نتوما هما اللجنه الملف راه مراجع عندكم. عطوني وراقي نخرج، خلوني نمشي نقلب على طرف ديال الخبز لهاد المراه وهاد الدري. مني كتقول ليه قول لي شنو هو عندي فهمني، كيقول لك ما عنديش حق نفهمك. قالوا لي دير 12 شاهد بالعدول وهادي، قلنا المقدم خرج دير البحث ديالك من شحال وانا ساكن، راه دازو 7 المقدميه. كيقول لك ما عاطينيش حق نخرج ندير البحث ديالي. بغينا حنا دابا نفهموا، الا كنتو غتعطيونا شي حاجه قولوا لنا مرحبا، ما كنتوش غتعطيونا خليونا هنا، حنا ما ميتينش، حنا داكشي اللي قسم الله كيجيبو النهار راه كناكلوه عايشين. كون كان عندنا ما كثر ما غنبقاوش شادين هاد الحيوطه، كون مشينا شرينا ما عندناش الغلب الله. وخا تضرب 20 عام هنا ما عمرك غدير هاد البارطمان هادي، والله الا درتيها السكن ديالك غتبقى ديما كاري. انا عام وانا مريح مع هاد المرض هذا، عام وانا مريح خدمه يلاه شديتها بيومين الزق، دابا خارج على الخدمه، خدمه دابا على تعيط لك. انا شهر دابا وانا مريح يلاه بديت معاهم يومين، انا وليت دابا مريح شمور.
شومور القضية دابا تمن ناكل خاصني نديباني فيه دابا نجي ندخلو للدار، إلا ما ديبانيش من ناكل راه ما غناكلش، واخا غيجي عندي جاري يقول لي واش خاصك نقول ليه الحمد لله. المشكل عندي أخويا قالوا لي ما كتستافش أنت غاتمشي اندماج مع أمك، هاد اندماج مع أمي أنايا كيشتمل ربعة نسيفي نسيفي تا هو عنده وليدات وراجل أختي وأختي مطلقة عندها جوج وليدات وانايا عندي ثلاثه الوليدات، امي معاها خويا اخر شاب تبارك الله شي 38 سنه، واختي مريضه عندها مرض عقلي، اختي مريضه عندها مرض عقلي، دوينا مع سعاده الباشا دوينا مع هاد الناس هادو، قلنا لهم ما يمكنش تجمعونا حنا 15 واحد تجمعونا في ثلاثه ابارطمات، كنديروا ليها حنا نعيشوا هاد الحياه هادي كي غنديروا ليها، وحنا فقراء ما عندناش اللي يبني لينا، هما عطاونا المجازيه، المجازيه انا مالي انا تاجر، انا راه ماشي تاجر عباد الله، انا راه باغي سكنه، سكن مقابل سكن، اشنو هي سكن مقابل سكن؟ وراه ما كتحتاج التفكير، ما كتحتاج للتفكير، الا كان هذاك السيد مرتاح مع راسه، هو المسؤول مرتاح مع راسه، ويجي يشوف هذا المصير اللي انا عايش فيه، يجي يشوف ويقلب على هاد الناس هادو ويعطيهم حقهم، ما يخليهمش يبداو يهدد فيهم ولا مثلا يديلوا عليهم الوسخ بحال ما هكا، راه حشومه والله الا لعيب، وسيدنا راه كفى، راه المعنى لا فائده في التكرار. سيدي إلا قال سيدنا شي حاجة اللي كتفيد الأمة وتفيد الناس وتفيد الشعب راه صافي ستوب، تيني تهلاو في عباد الله وعطيهم حقهم أصاحبي، تهلاو في عباد الله وعطيهم حقهم. سيد هنايا تنعرفو أنا عندو جوج وليدات، جوج وليدات ساكن ضربو تمارة تاهما كثار مني أنا، وهما دابا تزوجو دارو وليدات كيجيو كيقولو لهم نتوما غتشوفو اندماج مع باكم غتشوفو جوج بارطمانات، وكي غنديرو ليها عباد الله جوج بارطمان نسكن فيهم أنايا وولدي وولدي الاخر بولادهم، وانا معايا جوج ولاد اخرين عاود ثاني وبنت، نعيشوا هاد التكرفيس هذا، ما تحيدونا من التكرفيس، كديونا للاك اخيب من التكرفيس، شي حاجه اللي مستحيله باش تعيشها، خليونا عايشين هنا اخويا بعدا كبرنا هنايا تزدنا هنايا، الحمد لله سيدنا عطينا الضوء عطينا الماء عايشين بخير صراحه، ما نعرف خويا اش وصفونا ولا شنو باغي يديروا لينا هاد الناس هادو. احنا كنتسناو تخدمتي انا ما بقيتش مركز في الخدمه ديالي، يعني انا قدرت انا نولي سوماج مريح هاد الوليدات، ما عرفت المصير ديالي والله ما عرفتو كي غيكون، ما عرفت المشكل ديالي هي عندي انا سيفاتي، عندي وليدات عندي جوج وليدات عندي المراه عندي محالي راسي، هاد الناس هادو جاو قالوا لي عاد شي مع بوا، انا شنقول لهم ما يمكنش انا كبر انا عندي 40 سنه، فاش لقيت راسي انا في هاد الدوار وسكنت في هاد الدوار، حكت واحد انا كنت عايش مع جده في هذا المحل هذا هو اللي عندي، خلات لي جده وخلات لي السيفه الاحصاء ديالها، واحد الاحصاء كان داز خلات لي ورقه ديال الاحصاء ديالها، نهار جاوا صحاب البيسي جاو وريتهم هذوك الوراق ديالي اللي عندي حصوني كي الناس، جاتني ورقه الاستفاده دفعت وريقي للدار الضريبه، من دفعت هذوك الوراق دار الضريبه جاوني دفعتهم للقياده، يعني الوراق مزيان كلشي مزيان، هاد الناس هادو نهار جاو دابا باغيين يحيدونا تنوريهم الاوراق تيقول لي لا انت عندك الزواج 2013، يعني انا عندي 2013 عندي جوج وليدات ومرتي حامله، جاو عندنا عالشركه فاش تنقول لي شكون اللي معانا، واش ممثل شركه ولا شنا، ما تيتكلمش معانا تيقول لنا انتم عندكم الدرياب، ما جابوا لنا ورقه من المحكمه تيجيو تيهدوا فينا، المهم مريضه خلاوها طايحه سخفانه بهاد التهديدات ديالهم اللي جاو هدونا اليوم، المراه فوق حتى هي بحال مكا تهديدات، المراه سخفات خلاو روينا واقعه هاد الناس عند الشركه بينا، خلاو والدينا دابا مراد خلاو كلشي مريض، الناس طايحه هاد الناس، حنا عطونا حقنا كبرنا هنا عندي 40 عام سنه هنا، جاو الناس ديال 2015 عطاوهم، حنا اللي كبرنا هنا وعندنا 40 سنه كنا خدامين في البحر وتنجيو هنا، اليوم تيقولوا لنا ما نعطيوكمش، ما يمكنش نعيشوا في 60 متر وحنا جوج اسراس، يجيو يريبوا خدمه ما خدامينش، تنبيعوا نشري دابا عام وانا مريح مع كورونا هادشي، اليوم بغاو يسيرطونا مع والدينا الخدمه ما دايرينش هنا، وعندنا حق في السكن، والدستور تيقول عندك حق في السكن، كان جا واحد الخطاب ديالك جلاله الملك الله ينصروا لينا، هو اللي عطينا حقنا، جا الخطاب ديالو قال لهم اي واحد عنده حاله مدنيه عنده حق في السكن، اللي عنده ولاد عنده حق في السكن، هادشي عطاه لينا الملك الله ينصروا لينا، هاد الناس كيما شركه جات دخلات اليوم راه بغات تحيد لينا هادشي، اليوم ما بغات ترفع علينا حيت شافتنا ناس ضعفاء، وناس ما عندناش اللي يوقف معانا، وناس اللي مشاو راه شتي الناس كي عندنا هنا، يعني ما عندناش شي واحد اللي يوقف معانا وعنده في عون المحكمه او شي حاجه، هاد الناس تغلبوا علينا بزاف، هاد الناس بغينا حقنا من عندهم.